مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحه وسلامه. فيديونا لليوم راح يكون على التوست البارد، اوكي، او كيكه التوست البارده. عندنا هنا توست وراح اقطعه حتى اتخلص من الاطراف مالته. اوكي، بهالشكل هذا. طبعا هاي الاطراف ممكن ان نحمصها ونستخدمها كبقسمات. بهالشكل هذا قطعناها. هسه قطعنا التوست بهالطريقة هاي، وراح نصفها بالطبق ونخليه قطعتين. الطبقة يعني تكون عبارة عن قطعتين، اوكي. هسه جهزت عندي التوست. اول شي راح اجهز هسه هنا الصوص اللي راح اخليه على التوست حتى يصبح عندي مثل الكيكه كطبقه اولى. هنا راح احتاج 3 كوابر من المي و 9 معالق من الحليب. طبعا اللي يحب يقدر يخلي الحليب الكامل الدسم مثل ما تحبون. وهنا عندي ظرفين من الكريم كراميل، هذا اول ظرف وهذا ثاني ظرف من الكريم كراميل، اوكي. يعني خلينا بس 3 كوابة من الحليب وظرفين من الكريم كراميل. نخلط وخلاص. هسه راح اخليهم على الطباخ بس يغلي عندي شوية، اجي اخليه على التوست. هنا انا خليته على النار ونظل الراقبة. هسه راح اجهز الطبقة الثانية اللي راح نخليها على الطبقة الاولى، اللي هي راح تكون طبقة ثانية 4 حبات من اي جبنة كريمية عندكم، حبتين من القشطة، اوكي، وظرف واحد من الكريم شانتيه، اوكي. وهذا الحليب المحلى اللي سويناه وياكم مسبقا، راح اخلي الرابط مالته بصندوق الوصف اذا تحبون تسوون الحليب المحلى، اوكي. اوكي، وبهالشكل هذا راح اخليه بالخفاقة واخفقة، وبعدين اخذ من عنده مقدار ملعقتين او 3 حتى احتاجهم للتزيين، يكون عندي صوص ابيض. بعدين بعد ما اخذ الصوص الابيض ارجع اخلي عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو حتى احصل على كريمة شوكولا، اوكي. اخليكم وياي. مقدار نص كوب بالمقياس المعياري، تخلون حليب سائل، اوكي. واذا ما عندكم حليب سائل ممكن تخلون خاشوقة ونص من اي حليب عندكم على مقدار، يعني هو هذا المقدار النص كوب، تخلون مي وخلون عليه خاشوقة ونص من الحليب الطز وتخلوه فوق الخلطة مالتنا. الخلطة مالتنا ذكرت لكم المقدار مالتها مثل ما هي، بس تضيفون عليها نص كوب من الحليب، اوكي. هسه راح اخذ من الصوص مقدار خاشوقتين الى 3 خواشيق بس، شوفوا هذا على مود ازين بيه بعدين. خليته بكيس الحلواني، هذا المقدار كلش كافي للتزيين. هذا المقدار شوفوا خليته بكيس الحلواني على مود ازين بيه.
وهذا المقدار المتبقي ايش راح اسوي؟ راح اضيف عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، او هذا المقياس مال الاكواب المعيارية هو ربع كوب، اوكي؟ يعني ملعقة كبيرة. وهسه راح ارجع على الخلاط، ارجع اخلطها لان اني احتاجها تكون على شوكولا. بهالشكل هذا اصبح جاهز عندي الكريم كراميل. خلاص اطفي الطباخ ونروح نخليه على التوست، اوكي؟ وهسه بهالطريقة هاي ننزل الكريم كراميل. اوكي هسه راح انتظرها بس تبرد وتصير بدرجة حرارة الغرفة، ادخلها للثلاجة شي ساعة او ساعتين، بعدين ارجع وياكم على مود اخلي عليها الطبقة الثانية اللي سويناها وياكم مسبقا، صوص الشوكولا، ونزينها بالصوص الابيض. اوكي وهسه بردت وهذا شكلها، راح نبدي نخلي الطبقة الثانية. هسه انتهينا من تزيين الطبقة الثانية، هذا الشكل. هشوفوا شلون كيوت صارت طبقتين، كلش سهلة ما يحتاج لها اي وقت. هسه راح ابلش بالزينة مالتها. وهذا كان طبق الحلو مالنا لهذا اليوم، ان شاء الله عجبكم وان شاء الله تجربوه وتشوفون ايش قد هو طيب. بنات لا تنسون الاشتراك بقناتنا ولا تنسون تسوون لنا شير، ونقول لكم سهامكم العافية، وان شاء الله نلتقي على فيديو جديد. باي باي.